بخير عليكم كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال، ونتمنى اخر فيديو اللي تحت يكون نال الاعجاب ديالكم. رمضان كريم بالصحه والسلامه وطول العمر وعشر الاواخر ان شاء الله. يا رب ترفع علينا هذا الوباء فيها ان شاء الله باذن الله، وتحقق لكل واحد منوى ان شاء الله باذن الله. ما نطولش عليكم باش ما يجيش الفيديو طويل، المهم خليكم معايا. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، الوصفه ديال اليوم كيف تشوفوا غريبه واحد شويه. هي كتكون من قشور ديال الليمون اللي هما قشور ديال البرتقال، شديتهم ونشفتهم يعني حطيتهم في الشميسه حتى يبسوا مزيان عاد باش ندير بهم الوصفه. والوصفه اليوم هي الوصفه ديال الشيبه. بالنسبه لهاد الزيت هذه هي مزيج ما بين زيت الشيبه وقشور ديال الليمون. هاد الزيت خطيره. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الكحوله ديال العنق، الناس اللي عندهم مشكل ديال الكحوله ديال المرفق، الناس اللي عندهم الركابي ديالهم كحلين، الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال هنايا ديال صباع كحلين، والناس اللي عندهم تصبغات وعندهم البقع في الوجه ديالهم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه المزيه ديالها كبيره. خليكم معايا باش ما نطولش عليكم الفيديو يجي طويل، تملوا مني. بالنسبه للزيت غادي ناخذ كاس ديال الزيت، غادي نسخنو فوق البوطه كيحملهاش. انا ما كنحملش ريحتها، انا ما كنحملش نشرب الشيبه في اتاي، ولكن في وصفات كتعجبني. بالنسبه كنا كنعرفوا الفوائد الكبيره ديال لا فيتامين سي اللي كاينين في القشور ديال الليمون، ولا اللي كاينين في الليمون ككل، فهو كيحمي لينا البشره ديالنا وكيعطي واحد الحيويه واحد الاشراقه، كيحيد لينا لي بوالوار، كينقي لينا لابو ديالنا، وكيحمد لنا من دوك التصبغات ودوك لي طاش اللي كيكونوا اللي كلشي الناس كيين. ولكن داوموا على الوصفه. من بعد ما سخنا الزيت مزيان حتى تفيها زعما اللي فيها دوك القشور ديال الليمون، بهاد الطريقه هادي كتشوفوا الزيت غادي نخرجوا في هذه القرعه هذه. بسم الله دابا غادي نخليها شي كلشي باش ما كيرقد كيزيد يعطي الفوائد ديالو. ولكن هذا ما تقدروا تخليوها تبات ليله وحده، ماشي ضروري تبات اسبوع عاد تستعملوها، تبات غير ليله وحده وبداو تستعملوها ماشي مشكل. وكاينه وصفه اخرى بالنسبه للناس اللي كيعانيو من المشكل ديال البروده، لا بالنسبه للنساء ولا بالنسبه للرجال، تقدروا ديروا زيت الشيبه بلا ما تضيفوا عليها قشور الليمون، ديروا فقط زيت الشيبه بوحديتها، ولكن كيخصكم تخليوها مده ديال شوف انا رونت الدنيا، انا عارفه راسي مرونه. غادي تخليوها مده ديال 15 يوم، من بعد غادي تستعملوها. غديروها الطريقه اللي درت، ولكن فقط غتحيدوا قشور ديال الليمون وتخليوها مده ديال 15 يوم، تغطيوها بالسلوفان وتغطيوها في شي بصل مظلمه مده 15 يوم، ومن بعد تستعملوها في البلايص اللي كيضروا لكم بحال الركابي، ولا اغلبيه الناس كيضروا الركابي اللي يكون فيهم، وحنا غير صغار وكيضرونا. زويتنا ها هي كتكون فيها عرفتي ديك الريحه ديال الليمون، واو يا سلام. هاد الطريقه هادي غادي تخليوها حتى تطلق، نتوما راه تقدروا تستعملوها من الغد. دابا انا هادي الغدا غنبدا نستعملها، ولكن ملي غتطلق بزاف وغادي تقدم عندكم واحد الاسبوع واحد 15 يوم، غادي تولي الشيبه غتولي كحله. ملي غتولي كحله هذيك الشيبه غتشدوها وغادي تعصروها وتحيدوها وديروا شيبه اخرى، ماشي كاع ضروري باش انكم تديروا زيت اخرى ولا تعاودوا تقادوها من جديد، لا. والليمون نخليوه باش ما هذوك القشور ديال البرتقال ولا ديال الليمون، حيت كاينين دول الاخرين ما كيعرفوش شنو هو الليمون، باش ما كيرقدوا كيزيد يعطوا الفلول ديالهم اكثر واكثر على البشره كيف قلت لكم، على البلايص اللي عندكم كحل في الجسم ديالكم. يعني هذه وصفه خاصه بالناس اللي عندهم مشكل ديال الكحوليه، سواء قلت لكم في العنق في الوجه، ولكن هي خاصه بالمناطق الحساسه. هذه زيت خاصه بالمناطق الحساسه والاسوداد اللي عندك في الجسم ديالك، سواء في المناطق الحساسه سواء في الظهر، كيف قلت لكم في البدايه ديال الفيديو في العنق في الركابي ولا في اي بلاصه كتعانيو منها. نتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. صراحه ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف، ونبقى غير نهضر، ولكن ما كنسخش منكم ملي كندير لا فيديو،
نتمنى تكون خفيفة ظريفة على قلوبكم كما العاده. ما تنساوش الجيم وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو اذا ما قديشو اللي قدرتوا عليه الله يجزيكم بخير. اللي قدرتوا عليه قدرتوا تبارطاجيو مره قدرتوا تبارطاجيو جوج ثلاثه اربعه خمسه الله يجزيكم بخير. نتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. ما تنساوش تخليو لي الجيم ديالكم ولي كومونتير ديالكم وكالعاده كلمه الاخيره اللي كنقول ما سقيتش بكم خليت لكم راحه صباح الخير.